الزلمة الثالث شو صار معه؟ للأسف حتى هاد ما في أخبار منه. شو عم بيصير يا بكهاز؟ ليش هيك؟ شو قصة هالفشل هاد؟ ما في ولا شغلة عم تكمل، بالعكس عم ترتد علينا. بس هي المرة كبيرة، مين ما كانوا هدول العالم بدك تعرفهم وبدك تجيب لي روسهم لهون، وإلا غضبي رح طلعوا عليكم وبحرقكم كلكم. سيدي بكهاس ما له ذنب. انت سكوت، مين حكى معك لتجاوب؟ في حدا سألك عن رأيك شيء؟ انت شغلتك عندي مجرد لعبة وما بتشتغل إلا بإيدي، يا ريت تعرف حدك وخلاص أحسن لك. خلص طول بالك سيد فيثاغورس، ما بصير إلا اللي بدك إياه، بس اهدى شوي، ما بصير مشان صحتك. شو رأيك خضر أغلو؟ وإنت سيد سوحة احكوا. ليكو قدامنا، يلا ثابت بسرعة، لازم نمسك هالواطي، يلا يلا. يلا لشوف، لف على اليمين على اليمين. ليش؟ حتى نقدر نطلع بوشو. وين اختفوا هدول؟ يمكن ضاعوا. اترك البنت وسلم حالك. اوعكم تقربوا لهون، اذا ماتت البنت انتوا المسؤولين. يلا شوي شوي على سيارتكم، يلا اسمعوا الكلام احسن لكم. اترك البنت، اطلعوا على السيارة بقى. ثابت ثابت اطلع على السيارة. ماما لك. يلا ماشي رح نطلع. بدي ماما خذيني عندها. شو انت ما بتفهم؟ بعد عني. يلا أنا ما بعرف هذا الزلمة، أخذ البنت معه وركب السيارة وهرب. طيب من أي اتجاه راح؟ حضرتك شفته مو هيك؟ إيه شفته شفته، راح من هداك الطرف وفي اثنين طلعوا وراه بس ما بعرفه. الله يخليك لقلي بنتي، أنا راح جن عليها. طولي بالك بنتي، راح نلاقيها إن شاء الله. يلا يا شباب يلا من هون يلا، إذا بتريدوا بدنا نشوف شغلنا. يلا بدنا نسأل الوزير كم سؤال. يلا يا جماعة بعدين، هلا مو وقتها. بس شوي خلصونا بقى، ما بصير هيك. مساء الخير. مساء النور سيد نجيب، في واحد خطف حفيدته للوزير، بدي اياك تهتم بالموضوع شخصيا، ويا ريت تخبر الدوريات حتى يراقبوا السيارة، البنت معه ولازم نرجعها. حضرة الوزير شاف المجرم سيدي؟ ايه شافه، وقال في اثنين راحوا يلاحقوا المجرم. طبعا اذنك هلا لازم احكي مع حضرة الوزير. تفضل. مساء الخير، الحمد لله على السلامة سيدي. شكرا. الزلمتين اللي لحقوا المجرم فيك توصف لي اياهم؟ واحد طويل وله شوارب، والتاني اشقر وعمره بحدود 30 سنة. شكرا كتير. لك لوين راحت؟ آخ ما بعرف لوين بده يروح، أكيد بهاي المنطقة، يمكن يكون متخبي. أهلين سيادة المدير. شو وينكن؟ سيدي أنا بعيد شوي، في عندي شوية شغل. أنا بعرف شو عم تسووا أنتو اتنين، هلأ بدي أعرف وينكن أنتو. بعتذر منك بس ما بقدر أحكي ومضطر أني سكر. لك استنى. اسمعوني يا شباب، رح خبركن وأنا بكامل حزني وأسفي إنه حفيدة الوزير تم اختطافها. يعني عم تأكد الخبر؟ اتركني بقى اتركني، لوين أخذني اتركني. لك شو صار لك؟ خلصني انفتح، مو وقتك. نحن لازم نلاقي هالزلمة بأي طريقة. يلا واص، الصوت إجا من هاي الجهة، خلينا نروح. تركني عمو تركني. خلص خرسي ولي، ما بدي روح معك. إذا بدك تشوفي جدك لا تسمعيني صوتك، سكري تمك.
بينت القصة وكل شيء انكشف. ها بس نخلص شغلنا بنركب بسيارات المطارقة، شو رأيك؟ ها؟ أنا لي زمان ما جيت على الملاهي. ما بدي، أنا ما بحب الشغلات اللي بتنضرب ببعضها. تعرف شو هي أحلى لعبة؟ أحلى شيء لحصان الهزاز. أنت أكيد عم تمزح. لا والله ما عم بمزح. طيب شو المشكلة إذا أنا من يوم يومي بحب هاللعبة؟ يلا أمشي ندور على هالواطي. أي والله بيكون أحسن. خلينا نخلص منه ونفوت على الألعاب. يلا لا تزال التطورات أعزائنا المشاهدين مستمرة، فبعد إحباط عملية اغتيال وزير الداخلية وصلنا أنه تم إحباط عملية اغتيال وزير الخارجية. أما قوات الأمن التي أحبطت العملية في اللحظات الأخيرة فهي بصدد البحث عن المهاجم الهارب. لك هي فضيحة، هلا انقضى علينا، نحن انتهينا. فلا تزال الدول الغربية تمارس ضغوطها. لك أنا هلا شو بدي أقول لمعاليهم؟ ملفها النووي. كما نالت حزمة إجراءات التقشف في اليونان التي تعيش أزمة اقتصادية كبيرة ردود فعل واسعة على صعيدها الداخلي. الخبر يلي أنا عم بتفرج عليه بظن إنك أنت عم بتفرج عليه. مع الأسف عم بتفرج. بعد كل هالدعم اللي قدمنا لك إياه كانت هي نتيجة، ما هيك؟ القوية اللي ضدنا عم يدقوا المسامير على توابيتنا وراح يخبرونا أنه نحن معزومين على حفل عزائنا كمان، وأكيد لازم نروح. هذا كان الوقت المناسب لاغتيال الوزراء حتى نورجيهم شو هو أركان كوندو ويعرفوا حجمهم بقى. بس للأسف هنن اللي ورجونا حجمنا، اللي عم يصير ما له مقبول بنوبيا فيثاغورس. حضرتك فيك تتأكد أنه رح نتدارك الوضع. عدنان العظيم كان حاطط خطط عمليات اغتيال قيادات وشخصيات كبيرة بالبلد بعد هي الخطة. عمليات اغتيال وزير الخارجية والداخلية ووزير الاقتصاد كان لازم تصير بمهمة أقوى من هيك، لأنه الخطة الاستراتيجية المرسومة إلها كانت بمساعدة أصدقائنا يلي بالخارج. من اليوم ورايح كل فشل بتفشلوا أنت وفريقك بيعني لنا إلنا ولرفقاتنا الكبار ولعدنان العظيم ضعف يا فيثاغورس. بتمنى منك تشغل عقلك منيح. ما في داعي ذكرك بأنه النظام الأمني اللي خططه عدنان العظيم لهي الدولة إذا فشل بسببك نحن ما رح نضل عم نتفرج عليك، وحضرتك بتعرف زعلنا شو بيساوي فيك. عم أفهم، معك حق. خلص أنا بوعد حضرتك هي الشغلة أكيد رح نكملها. تأخرت كتير، فشل خطتنا اللي فكرنا فيها كل هالمدة الطويلة ما فينا نراعي حدا فيها من شان ما تشغل عقلك. انتظر الأخبار مني مشان العمليات الجديدة. سيدي بترجاك تهدي حالك، انت ما بيناسبك التعصيب. سيد فيثاغورس اكيد كل مشكلة وإلها حل. بتنفذ اللي عم قوله. هلأ بتروح بتشوف مين اللي خرب هي الشغلة وبتشرب من دمه. روح خبر الفريق فورا، خليهم يكونوا جاهزين بكل المعدات. يلا حاضر. بسرعة. إذا رح تضلي تبكي ما رح تشوفي جدك، فهمي علي. نشوف شو بده. وين صرت؟ أنا هلأ بمدينة الملاهي، في رجالين عم يلحقوني. هنن شرطة؟ ما بعرف، ما بيشبهوا الشرطة كتير. خلص أنا عرفت مين هدول، أنت خليك مكانك، يلا جاي لعندك. بس بسرعة. هلأ بدنا نروح فورا على مدينة الملاهي. على ما يبدو غيسو ثابت هنيك، بدنا نكون منتبهين كتير. الشرطة هلا ما عندها علم بالمكان، وقبل ما تيجي العالم على الملاهي لازم ننهي هالشغلة. يا ريت تكونوا فهمتوا. سكري دمك وليه؟ لك كيف بدي اهرب منهم هدول؟
ما بصير نمشي بشكل مكشوف. وين تخبى هالواطي؟ وينك؟ اترك البنت وصدقني ما راح نلاحقك، وعد. خلص فينا نتفاهم بس اطلع. ايه اكيد فينا نتفاهم، اطلع. ما طلع معناها لازم نقوصه. قلت لك راح اوعدك بس اطلع، اطلع. لك وين ابي كهاس؟ ما كان يوصل؟ هاي وصلت سيارة الوزير، خبر الضابط فورا. يلا رايح خبره. ها اجا المدير. سيدي وصلت سيارة الوزير. تمام، اطلبوا المؤازرة. حاضر سيدي. ممكن يكون مجرم بهاي المنطقة. نحن ما لقينا حدا هون سيدي. طيب خليكن عم تدوروا. حاضر سيدي. خير يا جماعة، انتو كيف فتوا لهون؟ ما بيصير بهالوقت. صباح الخير، منعتذر على الإزعاج. الوقت متأخر، شو بدكن؟ شغل الأضوية بسرعة، يلا ما في وقت. شغل الأضوية؟ طيب ليش؟ لأنه ما منقدر نقوس بالعتمة. طيب خلص ماشي. غيس، ليكو هنيك. ثابت. لك وين اللي هلا؟ روحكن تقربوا والا بقوص هاي البنت. اسمعوا الكلام. قلكن لا تقربوا. اسمعوا يا شباب، غيث، ثابت، ماجد، مين ما كان موجود اقتلوه. طيب والبنت؟ تقتلها، هام علي، بدي تقتلوا كل شي كائنات حية. يلا خلص تؤمر. وينك يا غيس؟ كيف تصرف من دون ما تخبرني؟ إذا بدي لاقي عن طريق التليفون راح يضيع الوقت كثير. عن جد صاير راسك كبير. شو ما لقيته ثابت؟ لا ما لقيته. لك شو هاد؟ هلأ كان عم يركض هون. لك عم قلك ما قدرت لاقيه. شو هاد يا؟ لازم نلاقي له الواطي لأنه بعد شوي رح تيجي الشرطة. طيب يلا امشي امشي. اسكتي لك، اسكتي خلاص. ماما هاي تعال هون شوي. خير؟ شفت شي زلمة معه بنت صغيرة؟ لا بس شفت زلمتين وكانوا مسلحين. معناتها غيث ثابت هون. هاي واحد منه ليكو.
ألو المركز، عميل تعميم للدوريات لمنطقة بوستانج. في أصوات أطلاق نار بالملاهي، خبر الدوريات القريبة تجي على مكان الحادث وحطوا حواجز على المداخل والمخارج. لوين رايحة؟ تعي لهون. لك تعي، يلا تعي. شو وينك؟ تعي حبيبتي. رح أخذك لعن جدك. اهدى اهدى، لا تقوس. تعرف أنه طلع قرار من وزارة الخارجية؟ شو ما سمعت فيه؟ شو هو هذا القرار؟ قال بدهم يعينوك سفير بمكان بعيد. وقف خلينا نتفاهم. ما راح تسألني وين طلع تعيينك؟ طيب أنا راح أقلك، بجهنم الحمراء. الله يخليك لا تعملها. هون صار في عجقة كثير، يلا امشي خلينا نروح. طيب والرجال؟ خلص هن بيدبروا حالهم، امشي. حاضر سيدي. وقف، ارمي سلاحك، شرطة. ليش يخدني لعند ماما؟ خلاص لا تخافي، أنا أجيت من شانك. الحرامي راح، هدي حالك. تعي أنا راح أخذك لعند الجدو. يلا تعي تعي. ماشي ماشي. برافو. هبا. سيدي أنا مدين لألك. يلا خدني. إذا بدك سجل على الدفتر. بس ما بقي مكان بهالدفتر. بدي بابا. هاي المرة بدك تدفع كاش. يلا أعطيني البنت. تعي حبيبتي. خلص لا تبكي، رح أخذك لعند أمك. اهدي حبيبتي. شو اسمك أنت؟ ليلان. بدك تروحي لعند جدك؟ إيه. غيس أنت معتقل. يلا. غيس غيس انت منيح؟ اي منيح. هو منيح، وانت كيفك؟ الحمد لله على سلامتها. عقبال عندكم انتو اثنين. يا سيدي نحن انقذنا الوزير وانقذنا حفيدته، هات هو المقابل يعني؟ انا متأكد انه حضرة الوزير رح يتشكرك. سيد نجيب انت بتعرف انه غيس بريء؟ في قرار محكمة ولازم ينفذه، وغير هيك بتعرفوا بعملية الاغتيال وخبيتوها عن الشرطة، هذا جرم. ايه كمان في زلمة اللي ميت جوا، احكوا مين اللي قتله؟ ليش في جوا زلمة ميت؟ هداك الزلمة أكيد ميت، بس من الرعبة أنا وصلت لقيته ميت. أيوة مزبوط، أي حدا بيتقوص برصاص إذا ما انقتل بيموت من الرعبة. ها؟ الزلمة صار منخول، وأنتوا والله عم تشتغلوا من كل قلبكم، بقى لازم نكافئكم. يلا خلونا نروح. ثابت وأنت امشوا قدامي لشوف. يلا. Thank you.
إذا بتريدوا ارجعوا لورا. حبيبتي حبيبتي تعي حبيبتي تعي. خلصنا بقى ارجعوا. وأخيرا رجعت. ما بدي اشوف حدا هون. الحمد والشكر لك يا رب. الحمد لله. تعي يا حبيبتي تعي. ما بصير هيك. الله يخلي لي اياك. كلكم واقفين بمكان واحد. بابا حبيبي اشتقت لك. اللي عم يوجعك شيء يا روحي انت. روحوا من هون، مو ناقصنا مشاكل. شو حبيبتي قولي، فيكي شيء عم يوجعك شيء؟ جد عن جد انا كثير خفت. يعني ما عم يوجعك شيء؟ انا منيحة وهدول الرجال هن اللي انقذوني. انا والله ما بعرف كيف بدي اتشكركم، عن جد كتر خيركم. لا تشكرني الي. يا ريت تشكر هالشباب، هن اللي انقذوا حفيدتك. لورا شوي يا شباب. ما بعرف مين انتو، بس بتشكركم انتو الاثنين كمان. الله يحميكم يا شباب. خلينا نصور الحدث اذا بتريدوا تفهموا وضعنا. اي حدا كان رح يعمل نفس الشيء. لورا يا شباب. لا لا انت غلطان. خلص اللي بيعرضوا حياتهم للخطر صاروا قلال. الله يرضى عليكم يا شباب. شكرا حضره الوزير. جدو بدي جدو هلا بيجي. طيب ماشي. ايه صحيح، استنوا شوي حضرة الوزير، ممكن توقف مع حفيدتك؟ سيدي تعال تصور. ايه هون كتير منيح. يلا لازم تفضلوا، لازم نصورهم كلهم. يلا جهزوا حالكم رح نصور. يلا يا شباب صوروا صوروا. بحق لك تستمتع بوقتك. كمان صورة حضرة الوزير. خلاص بكفي سيدي، اعطيني مهلة يوم واحد بس. الله يخليكم، بس صورة تانية. رح اثبت لك اني بريء، في بايدي دليل. خلصنا يا شباب. لا تبخلوا. أنا متأكد إنه في دليل، بس ما بيهمني أبداً. من فضلك سيدي. اللي بعرفه إنك أنت هلا معتقل. إيه أنا رح أفهم. بس هالصورة وبس. ممكن نحكي شوي سيدي؟ يا شباب أنا بتشكر. لك سيدي أنت ليش عنيد كل هالقد؟ والله أنا ما عندي نية سيئة، بس أنت يلي مو حابب تصدقني. ها بكرة بس يصير معكم شي مشكلة ساعتها أكيد بتتذكروني. وبتجوا بتقولوا لي يا غيس يا ريت لو انك تساعدنا. تعرف انا بشو عم فكر؟ اعمل لك شيء تمثال كبير وراح احط لك اياه بالمتحف الوطني وخلي كل هالعالم تتعلم منك. حضرتك عم تتمسخر؟ والله ما بيصير هيك. شو عامل لك؟ يلا لشوف. يلا على السياره. يلا يلا بسرعه. هو كمان بيحبك كثير ثابت. يا ريت تتفضل لعنا كمان، لازم نحضر الحفلة مع بعض. شكرا لكم يا شباب. يلا تفضل، عزبناكم معنا. لك يالله. ما بعرف مين انتو، بس بتشكركم انتو الاثنين كمان. الله يحميكم يا شباب. اي حدا كان رح يعمل نفس الشيء. لا لا انت غلطان، اللي بعرضوا حياته للخطر صاروا قلال. الله يرضى عليكم يا شباب. خلونا نصور حفيدته. طيب ماشي. ايه صحيح. انا كنت بدي اقول، نسيت شو كنت رح اقول ولا شي. انا اذا ما قلت شي بيكون احسن. زلمة بعدين كان رح يقوس علي، قلت لحالي خلاص أكيد راحت عليكي. أم سكرت عيوني ولما فتحتهم زلمة على الأرض. هذا عمو ممدوح زلمة والله. طلعت هيك وشفت ممدوح. يا عيني شو هالفيلم الرومانسي، عن جد صار مثل الأفلام. ممدوح لحقني باللحظة الأخيرة، لولا كنت هلأ مو معكم أبدا. الشيء اللي ما عم أفهمه هو كيف لقاكي. والله أنا ما بعرف. أي واضح هذا الولد عشقان. إيه ما بدها شطارة يعني؟ أنا متأكدة إنه قلبه هو يلي دلوا على مكانه. شو فيها يعني معه حق؟ والله مثل المسلسلات المكسيكية. الولد معه حق، حتى قصتكم بتصير مسلسل شي 100 حلقة كمان. وإذا بدك لقيت الاسم كمان. شو هالحكي هاد أنت التاني؟ أضخم مسلسل تلفزيوني ممدوح ورنا. يا ربي. صباح الخير. يا عيني شو هالجمعة الحلوة هاي. صباح النور. الحمد لله مبين عليكم مروقين اليوم. رنا كانت عم تحكي لنا شو صار معها امبارح. لا تكبروا كتير، ما في شي مهم. ايه علينا، يمكن الحلقة الأخيرة من المسلسل رح تطلع. شو عم يصير؟ عن أي مسلسل؟ ممدوح تعال بدي أحكي معك. يلا جاي سيدي.
خير؟ شو في سيدي؟ والله انت اللي بدك تحكي شو في. بدي اعرف انت كيف لقيت رنا. انا وصلتني اخبارية، بس ليش عم تسأل؟ ما بعرف ليش حاسك عم تكذب. شوف، اذا بدك تصير مثل غيس رح اترك الشغل وامشي. لحظة سيدي، ليش هيك عم تحكي؟ يعني لاني انقذت حياتها بكون غلطان؟ انت بتعرف انه مو قصدي هيك، بس بدي اعرف انك ما ارتكبت اي غلط وقت كنت عم تنقذها، وبالاصح عم قلك هيك حتى ما تعيدها. سيدي، الموضوع متعلق بحياة رنا، وبساوي اي شيء مشانها. هاي مسألة حياة او موت. الحكي هذا سمعته من واحد تاني قبلك، بس حياته صارت صعبة. لا تنسى انك شرطي وما بصير تتحرك بمشاعرك، فهم الكلام. ما عملت شي غلط سيدي، خليك مطمن. لك شو عم يحكوا هدول مع بعض؟ والله ما بعرف، بس باين شكلهم مو رايقين بنوب. ايه صحيح؟ احكي شو في؟ ممدوح حجز مشان كاتب الكتاب. شو حلو الخبر؟ والله لك والله فرحتيني، معناتها خلينا نحضر حالنا. ايه الف مبروك. الله يقدم لك اللي في الخير. بكفيني واحد براسي، ما في داعي تزيد علي انت كمان. ما عملت شي غلط ما هيك؟ سيدي ليش هيك عم تحكي معي؟ لانه مالي حابب اندم بعدين. مين ما كان اللي معرض للخطر ما بصير تتجاوز القانون، فهم هالكلام. ابدا ما بسمح لحدا يتجاوز القانون، حتى اذا كانت نورا ولا ايمن، ما في فرق. ماشي سيدي، انت بتأمر، كلامك مفهوم. هاني، انت بيصير معك هي؟ وشو هو اللي بيصير معي؟ لحظه بتعيشها، بتحس حالك انك كنت عايشه من قبل. لا لك شو هالذاكرة الفاضية يلي عندك؟ مو نحنا كنا بهاي الحالة من كم يوم وكنا عم ناكل بزر؟ ايه صحيح معك حق. ايه؟ بس يوم ما كان ثابت كان في بداله فار تطحين خيري. من هيك انا خبطت. انتو شفتوا الخبر تبع اليوم؟ ليكون مسكتوا شبكة أركان كوندو. لا تتمسخر، الخبر بهمكم كثير. شوفوا الصورة. اي ماشي حالة حلوة، الله يخليها لحبابها. لك مو هديك، شوفوا هاي. بس عيوني طالعة مسكرة. الخبر كتير عادي، أنا فكرت في شيء أهم. ما عاد يخلوكن هون بعد هالشي. شوف على هالصورة بتفك مشنوق والله. آه منيح، روح قول هالشي للمدير نجيب. بس اطمن هاني، هاي المرة نحن عنا ضمانات أكيدة. شو عملتوا مرة تانية؟ الواطي اللي اسمه سامي شوي ورح يكون هون. مو هذا اللي هجم عليك؟ ليش انتو مسكتوه؟ بسرعة عطيني هالتليفون لشوف. ماشي. لك لا تكب على الأرض هيك، ما بيصير. حاضر. ولا تاكل بيض مقلي؟ لا يسلم وما بدي. معقولة لهلا ما جعت؟ أنا ضيعت حالي، حرام كون هون، لازم كون رجل أعمال ومعي مصاري. أهلا وسهلا حضرة الضابط، شو وينكن أنتو؟ لك القنوات كلها عم تحكي عنكن. نحن جوا يا خيري، جوا. اسمع منيح، خد سامي وجيبه لهون فورا. طيب خلص ماشي، بس رح أفطر وإجي. ولا خيري، هلا وقت فطورك؟ عم قلك تعب بسرعة. ايه بس الفطور هو أهم وجبة باليوم سيدي. خيري، عم قلك تعا فورا ولك لا تخليني بس اطلع من هون طعميك فطور غير شكلها. خلص ماشي لا تعصب، كنت عم امزح. لك هدول ما بيخلوا الواحد رايق ابدا. شوفي ستيفانيل. سيدي غيث اختطف سامي. عن جد خطفوه؟ طيب امتى؟ الشغلة مو اليوم، أكيد خطفوه مبارح. هلأ فهمت كيف قدروا يمنعوا عمليات الاغتيال. قبل شوي سمعتوا هنن عم يحكوا، قال إنهم بدهم يسلموا سامي للفرع ويطالعوا غيس. معناتها سامي الجبان راح يحكي علينا. لازم تعمل شيء قبل ما يفضحنا حضرته. خلاص طمني، أكيد أنا بلاقي حل. قول لكل الشباب يجوا لعندي على المكتب. حاضر سيدي.
إجاني خبر وكثير مهم، لازم نطلع فورا. بس ما بدي فشل مثل امبارح لأني رح أعدمكم. يوقف قلك ممدوح، وقف، رح دفعكم تمن هالشي. ممدوح حاجة تعوي يا واطي. برافو 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 برافو. سيدي فيني اسألك سؤال؟ سيدي نحن لوين رايحين لحتى بدنا نجهز حالنا؟ بسيطة لك عن هيك القصة يا ضابط ممدوح. أنت مفكر حالك عم تتزاكى علي؟ وهلأ رقبتك صارت بين إيدي وراح تجي براسك لعند سرمايتي. صباح الخير أيها الأبطال المجهولين. صباح الخير. شو كيفكن؟ أنتو كيفكن؟ الحمد لله نحن مناح، كنا عم نجهز حالنا للطلعة. أبداً ما لقينا أثار بصمات عن المسدس اللي نلاقى جنب ماجد. شفت يا سيدي، قلت لك لما وصلت لهني كان الزلمي ميت. طيب شو صار لما كانوا رايحين على السجن؟ أنت عندك فكرة؟ أنا هي الحادثة ما قالي علاقة فيها منوب، لأنه أنا بوقتها كنت ببيت صغري عم أتغدى عندهم. إلا ما يجي شي يوم وتدفعوا تمن الشي اللي عم تعملوه. سيدي ما حدا بيقدر يهرب من القانون، بس لازم يكون معكم حق لتعتقلونا. اسمعوني، أنا هالمرة بموضوع سامي والله بريء. بعدين هو رح يجي بذات نفسه ويعترف لك بكل شي. رح نستنى حضرته. أنا هلأ عرفت ليش أنت بتساوي هيك. شوفي ممدوح، ما في شي دورة. امشي امشي. يلا اطلع. اصلا انا بسببك ما قدرت افطر. الله يلعنك. وهي البيض المالي انكب. ماشي واقف على جنب. إذا كان خيري رح ياخد سامي على الفرع، يعني رح يمر من هون. وهلأ الفرصة فرصتنا. سيدي جبت بيتزا، قلت يمكن تكون جعت. إن شاء الله تعجبك معلم، مثل ما بتحب الجبنة الأشقوان. لك هاي فيها فطر، ما بتعرف إني ما بحب الفطر؟ خدها من وشي. سيدي مزعوج من شي؟ الأمور ما عم تمشي مزبوط، وهذا الشي عم يزعجني كتير. لك هات خيري وينه لهلأ؟ أكيد بيكون عم بيضيع وقت، ما بعرف ليش أنا ما بثق بهالزلمة. اي طول بالك، أكيد بالنهاية بده يجي. هذا واحد فاشل، الله لا يوفقه. شو يا؟ ليش متضايق؟ هيك بتكون نهاية المجرمين. بس يا ريتك تفهم، بدك تحكي كل شي للشرطة وبعدين فوراً على السجن. رح قلك شو بيصير، بس انت تحط راسك جوا، فورا واحد من رجال بكهاس رح يجي ويغزلك سكينة برقبتك. سكوت وحاج لعي. ليش عصبت؟ الشغلة صعبة ما هيك؟ طيب ليش ما حسبت من الأول؟ مين يلي قالك تتعامل مع هدول الوسخين؟ في مجال تسكت بقى؟ انت مو معقول شو بتلعي؟ لو ما حطيتوا الفحم الشاعل على وشي صدقني انا ما كنت حكيت شي بالمرة. يا حاجة تبيت حاجة، خلاص قيمنا من المزح. بدي كمل لك شو رح يصير. اسمع، بتروح على السجن، رح تنملك شي 20 سنة جوا،
وبعدين بتطلع وبترجع بتشوف حياتك من أول وجديد. لك خلص لعيت لي قلبي. لك خلصنا ولا حاجة تتحرك؟ وقف. لك خلص خلص شو صار لك؟ نزلني. سيدي خيري وسامي بيكم جايين باتجاهكم. ماشي رح يوصل خيري، جهزوا حالكم. يعني انت عم تفكر تهرب مو هيك ولا؟ اخلعك بوكس وهر لك سنانك؟ لا انت مجنون انت؟ طلع قدامك، لا قدامك رح تروح. لك شو عم بيصير؟ لك انتبه. خلص خلص انا منيح ما فيني شيء. ايه تعال شوف. شو ما عرفتني ولا؟ ما عرفتني؟ بكاس؟ كنتوا رايحين على الفرع لكان. شو كنتوا راح تساووني؟ شو دخلك؟ ومين انت لتحاسبنا؟ ايه طبعا انا راح حاسبك. لكان مين؟ مين ولا؟ مين؟ هذا واحد واطئته له. بسرعة خدوه على الميكرو. يلا امشي ولا انا امشي. سامي شو ما عرفتوني؟ يلا او معي خلصني ولا؟ يلا يلا لجوا يلا. لا والله هذا مو حلم بالمرة. صحيح مو حلم، هذا كابوس. حتى فيك تقول حمى. لك لا، هي مو اسمها حمى، لأنه اللي بتجي حمى أكيد بيكون مرضان. معقولة هي حمى؟ لا برأيي مو زابطة، ما في بديل؟ لا إلك شي كلمة غيرها. شو قاعدين عم نتحذر؟ لك شبك يا أخي شبك، عم حاول أربح وقت. بدك يا أوصني خلي أوصني وموت بأرضي. أنتوا الاثنين اخرسوا. الهيئة هون ما في شي. شو هذا يا؟ أنت ميت ولا نايم؟ يا شرطي تعال هون تعا. شوف يا عمو ليش عم تصرخ؟ تعا كرمال الله تعا شوفه شوفه في جثة هون. مرحبا سيد نجيب، شو هالأخبار الحلوة؟ عم بيقولوا أنتوا اللي منعتوا عمليات اغتيال الوزراء. هاي الدولة لو لاكم كانت خربت من زمان، مو هيك؟ اجيت لبارك لك. طب كتير منيح، وهلا فيك تروح. ايه لوين هلا؟ اول شي على المطعم يمكن تكون جوعان، وبعدين على الجاكوزي مشان تريح اعصابك. في تلفزيون بالغرف؟ لاني متابع مسلسل وما بدي روح علي شي. الشاب اللي معه غيز كوندوز قلب؟ هذا هو سيدي. المدعي العام بعت لنا تعليمات من شانه، خذوه فورا على المنفرده. هذا الرجل ما شفته بعمري ولا بحياتي، بس يمكن لما غيث تم اعتقاله الرجل انتحر من الزعل. مثل ما بتعرف بالفترة الأخيرة درجة موضة الانتحار. اسمعني منيح ولا؟ بعرف هاي الشغلات، بعرف ما في غيرها. حالك دورة غيث، حدي حالك غيث. خلص طويل بالك، هاي الشغلات لك انت. شو صار لك؟ تكوني عليك، خلوني خلص عليك، بدي انسجن وانسجن خلص. غيث لا تنسى انه كنا رفقات. لك خلص بكفي بقى، لك في حدا بيضرب التاني هيك من دون سبب؟ خلص. وبعدين على القليل قالوا لي انا شو عامل، اكيد في سبب لحتى تضربوني هيك. اخو لشوف وين البضاعة ولا؟ مو شايفينها لك قدامي. عم تقول عني بضاعة؟ انتو انو بضاعة قصدكم؟ والله انا ما عندي خبر باي بضاعة.